في ميه الغسيل، ميه الغسيل. فعندنا نوعين من الميه، نوع اللي هو الميه الرماديه، وعندنا اللي هي ميه الصرف الصحي. الميه الرماديه وميه الصرف الصحي الاثنين دول نقدر ان احنا نستفيد بالميه دي، تمام، عشان نقلل تكلفه المعالجه النهائيه. ايه هي الميه الرماديه؟ الميه الرماديه هي الميه اللي هي تعتبر تم استخدامها او استخدامها في عمليه الغسيل وعمليه الاستحمام، اللي هي اضاف بعض المنظفات زي الصابون، زي مش عارف الحاجات دي كلها. طبعا الهيومن، الميه اللي بتخرج مع الهيومن ويست دي اللي هي ميه الصرف الصحي، او بيسموها سلادج، او بيسموها تريتمنت. ايوه تمام. المشكله ان احنا عندنا للاسف الشديد مفيش، او بمعنى اصح الاثنين بيختلطوا ببعض. الاثنين دول بيختلطوا ببعض، وبعد كده بيروحوا على محطات الصرف الصحي عشان ينفق عليهم المليارات عشان نقدر ان احنا نعالجهم بعد كده ونستخدم المياه دي مرة تانية. بينما احنا عندنا نقدر ان احنا نعالج المشكلة من البداية، زي ما بيقولوا كده الفصل من المنبع. فكانت الفكرة ان احنا ازاي نفصل المياه دي عن المياه دي، ازاي نفصل ده عن ده، وناخد المياه دي نستفيد بيها مرة تانية. فكانت ابسط طريقة ان انا اخد المياه بتاعة الاستحمام او مياه الغسالة، تمام، ودول يعتبروا اكتر اتنين بيستهلكوا مياه في البيت. جميل. واخدها واستفيد منها ان انا ارجعها تاني املى بيها السيفون. بس حضرتك بتقول ان الاثنين بيختلطوا ببعض، هو بالفعل لما بيبقى فيه ميه كله نازل في مواسير معينه، مواسير واحده. بس احنا عندنا حل، يعني تعتبر هو طبيعي، مش احنا اللي عاملينه. معظم الصرف الصحي هتلاقي حضرتك ان البيبه بتاعت او البيبه الرباعيه اللي موجوده في الحمام خارجه من الحوض والسيفون والبانيو لوحديها، ودخلت في ماسوره الصرف اللي هي الرئيسيه. ايوه. احنا نقدر قبل ما تختلط بماسوره الصرف الرئيسيه نقدر ناخد منها الوصله دي. جميل. ونبدا ان احنا نرجعها تاني مره للسيفون. تمام. هي دي تعتبر اعاده بسيطه او اليه بسيطه نوقف بيها نزيف الهدر الكبير من ميه الشرب اللي بيستخدم في السيفون. تمام. هي تعتبر افكار خارج الصندوق، بعض الشيء مش احنا اول ناس نعملها في العالم. تمام. بل بالعكس، احنا اتاخرنا قوي عشان ننفذها وما زلنا متاخرين. بنفكر في الموضوع من ناحيه كبيره قوي. يعني ازاي نعمل محطه عملاقه، ازاي نعمل، طب ما نفكر في ان احنا نعمل وحده صغيره لكل بيت. تمام. كل بيت يشترك ويعمل وحده. حضرتك بتقول ان احنا علشان نعالج مياه الصرف الصحي بنصرف مليارات. ادي حقيقه. فايه هي الشروط اللازمه لمعالجه مياه الصرف الصحي؟ او عامه كده احنا لو فكرنا ان احنا نفصل الجزء، الميه الرماديه دي تعتبر ميه جاهزه للاستخدام على طول. ميه ما دخلش فيها اي ملوثات. جميل. ما دخلش فيها فيروسات، يعني دي ميه دخل عليها شويه صابون او اي مسحوق غسيل. جميل. اقدر استخدمها مره تانية واعالجها واستخدمها في حاجه من اتنين، يا زراعه، تمام، زراعه اشجار خشبيه مثلا، بلاش الاشجار، بلاش نقول حاجات مثمره. تمام. واقدر استخدمها في السيفون. جميل. الجزء الثاني اللي هي الصرف الصحي ده خاص بقى بجزئيه تدوير اللي هي محطه الصرف الصحي. ما هو انا لو هستخدمها في الزراعه ده يستلزم تغيير نظام كامل علشان المواسير دي تقدر تستخدم انت المياه بتاعتها، فلازم يكون في نظام كامل للمواسير، هنا الصرف الصحي وهنا المياه الرماديه. بالظبط كده. بس احنا على الاقل خالص نقدر نبتدي دلوقتي بان احنا ناخد جزء من المياه الرماديه ونرجعه تاني لصندوق الطرد او صندوق السيفون. لكن الفكره بتاعت الزراعه دي ممكن تستخدم في الكره الفقيره اللي ما عندهاش صرف صحي، ودول قريبين من المساحه الزراعيه. في خلال 3 سنين من خلال مبادره حياه كريمه، زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال زيارته لاسوان مؤخرا، قال ان فات 6 شهور وان شاء الله فاضل 2.5 سنين كل القرى المصريه يكون صرف صحي. هيكون بالظبط كده، الصرف الصحي والكهرباء وكل. اتمنى واناشد سياده الرئيس والمسؤولين عن الـ عن الـ عن, الـ عن المشاريع، يعني اتمنى الناس اللي بيسند اليها اقامه مشروع الصرف الصحي في القرى وفي اي مكان يراعوا جزئيه التدوير. يعملوا فصل للمياه الرماديه وفصل للصرف الصحي. تمام. ويا ريت يستفيدوا من الصرف الصحي قبل ما يمر بالمسافات الرهيبه اللي بيمشي بيها لحد ما يروح لحد محطه المعالجه. أيوة. احنا نقدر نوقف ده ونقدر نستفيد منه في حاجات كتيره جدا. حضرتك طرحت الفكره دي على حد؟
والله كتير يعني، بس يعني للأسف الشديد آلية إن احنا نقيم يعني كانت مشكلة عندنا مش مشكلة من أي حد تاني. كل فكرة كنت بطرحها كانت بتتطلب أو حد عايز إن أنا أنفذ له الحاجة دي ليه مثلا، فأقل حاجة اتعرضت عليها مثلا 1000 وحدة سكنية، بين أنا ما عنديش شركة خاصة بالصرف الصحي، تمام؟ أنا عندي مثلا خدمات زراعية، شركة خدمات زراعية، لكن مش متخصص في الصرف الصحي. فبقول لحضرتك نفذها أنت، فكانت هنا المشكلة يعني. ما هو عشان فكرة جديدة يمكن تكون مش مفهومة إلى حد ما، فلازم حضرتك لأنها تبقى فكرة جديدة جدا ما اتعملتش، يعني يمكن احنا ما مش عندنا كده، احنا عندنا المية اللي بتخرج من الاستحمام مثلا أو مية الصرف كلها بتنزل على ماسورة واحدة. كلها بتتجمع في الاخر خالص وبتختلط بالظبط مع بعضها، وبتفضل بالظبط. المايه دي مايه تعتبر مايه رماديه لحد مرور 24 ساعه، لحد ما تختلط بالهيومن ويست او الفترات الادميه، وبعد كده بتتحول للتريتمنت. تمام، هي دي المشكله، ان احنا في خلال 24 ساعه نقدر نلحق المايه دي قبل ما تتحول لميه صرف صحي. دي تعتبر مايه سهله ان انا ادورها بآليه بسيطه بمعالجه ثلاثيه. بما ان حضرتك مهندس، حضرتك بتقول انا مش متخصص في الـ في الـ في الـ في الصرف الصحي، لكن بما ان حضرتك مهندس تقدر يعني تعمل تصميم لل او شكل كده زي ماكيت ازاي نقدر نفصل المايه الرماديه. عملنا وسجلنا براءة اختراع في الموضوع ده في 2013 او 2014 تقريبا، سجلنا براءة اختراع في الجزئية دي، يعني عملنا وحدة للفصل، وبالفعل فصلنا الفضلات الأدمية لوحدها والمية الرمادية لوحدها، وخدنا الفضلات الأدمية دخلناها في مخمر بيولوجي عشان نصنع منها بيوجاز، تمام؟ ناخد منه غاز ونصنع منه سماد البيوجاز، وحدات ويمكن منزلية في القرى اللي هي كانت بتستخدم حاجة اسمها البيارة أو الترنش، تمام؟ وكان بتنزحه في الصيف مثلا 4 مرات في الشهر، وساعات 6 وساعات 8 في الشهر، جميل؟ بيصرفوا كل مرة كان بينزحوا فيها بـ100 جنيه، فتخيلي بيت فقير بيدفع رقم زي ده عشان يشيل المية اللي بتاعت الصرف الصحي، وبيرميها فين؟ بيرميها بعد كده في الترعة اللي بيستخدمها بعد كده في المية بتاعتها في الزراعة. هي يمكن الفكرة تبقى ناجحة جدا، وممكن استثمارها خاصة زي ما حضرتك قلت في الوحدات السكنية الجديدة، لأنها هتبدأ تأسيسها على هذا الأساس. هو دي حقيقة، ولكن احنا صممنا وحدة بسيطة وتعتبر مقبولة كسعر ومقبولة كتصميم ومقبولة كتنفيذ بدون تغيير في الوصلات بتاعة الصرف الصحي بالكامل، انها تركب زي التكييف السبليت كده في ظهر كل حمام. طب ايه الصعوبات اللي واجهتك في المشروع؟ والله بص حضرتك هقول لك على حاجة، يعني هي المشكلة كلها بس في جزئية ان احنا نفكر وننفذ، وبيطلب مننا ان احنا اللي نكمل، يعني طب ما احنا بنقدم لكم الحل، يعني اي جهه تقدر تاخد الفكره دي وتنفذها، لان طبعا انا لو اشتغلت في 20 فكره انا بفكر فيهم ابقى دجال، يعني ابقى مش هنجح في حاجه منهم، فاهم؟ لكن انا ممكن اقدم لحضرتك الحل، يعني اقدم لحضرتك التصميمات واقدم، تمام؟ احد الشركات دخلت وطلبت مني التصميم وطلبت مني الكلام ده كله، ومتوقع ان شاء الله باذن الله ان يبقى في تعاون ما بيني وما بينهم. شركه معالجه للميه، يعني شركه شغاله في معالجه الميه، هياخدوا التصميم ده وان هم هيبداوا بعد كده ان هم يعملوا له مصنع، ولكن هم بيدرسوا دلوقتي اجراءات التصنيع، يعني والكلام ده كله، يعني لان طبعا موضوع كبير جدا، لما بنتارجت ارقام خياليه، طبعا يعني تخيلي بنتارجت محافظه كامله بكل البيوت اللي فيها، بصيانة ما بعد البيع، بفنيين، بمخازن، بحاجات كتيرة جدا جدا، مش سهل طبعا. ان اي حد يقول انا عندي فكرة يلا بينا نعملها، لا طبعا الكلام ده مش صحيح. لكن الفكرة نفسها ما تنفذتش خالص، هي مجرد لا فكرة اتنفذت على ارض الواقع. اتنفذت على ارض الواقع في 3 مدارس في الشيخ زايد، واتنفذت في احد المنازل في سقارة، تمام؟ لكن توقفت عشان خاطر اللي هي الجزئية بتاعت إقامة الشركة. الموضوع
لقيناها اكبر مننا بكتير جدا. محتاج موارد كتيرة. موارد كتيرة جدا جدا. فوق طاقه او تمويل طبعا، فوق طاقتنا احنا كمان. وفوق يعني كل واحد فينا هيتخلى عن شغله، هيتخلى عن حياته ويخش في مش هيخرج منها تاني. ايوه يعني هيفضل طول عمره في في المكان ده. تمام. طب ايه الجهود اللي الدوله ممكن توفرها لحضرتك ويكون هناك تعاون بين حضرتك وبين اي مؤسسه من مؤسسات الدوله اللي تقدر تساعدك في ده؟ والله يا فندم احنا انا بطرح الفكره تمام بتصميمها، مش عايز منها حاجه يعني، انا مقدمها كده يعني حبا في النيل وحبا في مصر. تمام. اللي عايز يجي يستفيد بيها وينفذها اهلا بيه، انا بقدمها له على طبق من فضه، بس اهم حاجه ما يستثمرهاش يعني ما يستخدمهاش في الاستثمار. يعني لو جمعيه او 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 مؤسسه تنمويه اهلا بيها، تعالوا نتعاون مع بعض. تمام. الدوله طبعا مرحب بيها جدا، تعالوا اتفضلوا. الافكار يعني الفكره بسيطه، التصميم بسيط، ممكن نتعاون مع بعض في ان احنا ازاي ننفذه على المنازل اللي تم بنائها بالفعل. جميل. وازاي نعمل تجهيزه للمنازل التي سيتم بنائها. يعني فاهم قصدي؟ هي يعني هتبقى سهله جدا في المنازل. واعتقد تبقى لو فعلا الفكره هتبقى مربحه جدا، وهيكون في نوع من ترشيد استخدام المياه وايضا اعاده تدويرها مره اخرى للاستفاده بها. ما انا بقول لحضرتك في الوحدات السكنيه الجديده او في القرى السياحيه اللي بتبنى، يعني هيكون بالظبط كده يعني في المنازل الجديده عامه. بالظبط كده. ازاي ان انا استفيد من الجزئيه بتاعت بعد كده تبدا يتم تعميمها على هي بس تتم استخدامها في مكان مجمع سكني الاول. جميل. ونشوف النتائج بتاعتها. جميل. والميه الزياده بقى، لان دي كانت احد المشاكل اللي كانت قابلتنا في بعض الحالات، ان احنا هيبقى عندنا كميه كبيره جدا من الميه الغير مستخدمه. تمام. فازاي ان احنا نستفيد بيها؟ ازاي ان احنا ناخد الميه دي بعد كده نرش بيها اللي هي الجولف، ملاعب الجولف، الحدائق، اللي مش عارف ايه، غسيل السيارات. جميل. اللي بيستهلك كميه ميه رهيبه. أيه. تمام. انا الزم اللي هي البنزينه او المكان اللي بيغسلوا فيه العربيات المغسله، ان هو يستخدم الميه المعاد تدويرها دي، ويجي يجي ياخدها من الدوله. تمام. ويحط لها خزانات عنده. جميل. ويستخدمها ويخلص الخزان بتاعه ويروح ياخد من المكان اللي جنبه، اقرب مكان للبنزينه ياخد الميه دي. أيه. نفس الفكره برضو، ان ما نستخدمش ميه الشرب في ري الحدائق. جميل. ايا كانت، ما نستخدمش ميه الشرب في غسيل السلالم. مين اللي قال كده؟ يعني مين المجنون اللي قال كده؟ ما نستخدمش ميه الشرب في البناء، عمليات لأن البناء. لان هي الفكره عامه ان انت بتفتح الحنفيه بتنزل الميه تستخدمها في اي حاجه. الله ينور عليك. لا انا عايز بقى خط حياتك للميه المعاد تدويرها دي، استخدمها في كل الانشطه دي كلها. استخدمها بقى في البناء. بناء حياتك النهارده بيعمل كومه ضخمه كده من الاسمنت والرمله ومش عارف ايه والخرسانه، ويديها ميه شرب. ميه شرب. ايوه. يعني تخيلي حياتك المشكله قد ايه؟ تمام. ميه شرب دي بيتروي بيها حدائق. فاهم قصدي؟ يعني انا بعتبر كمان ميه الترع دي ميه شرب. حتى طيب بالنسبه لاعاده تدوير مياه الشرب او مياه الصرف الصحي، هل في طرق معالجه لكل نوع بتختلف عن النوع الثاني؟ طبعا. هي ابسطهم معالجه المياه الرماديه اللي انا قلت لحضرتك ازاي ان احنا نلحقها قبل مرور 24 ساعه. اللي هي حضرتك مجرد بس ما فتحت حضرتك الغساله وطلعت شويه الميه بصابون قبل ما يختلطوا بميه الصرف الصحي. دي اسهلهم. ايوه. ومش مكلفه. يعني معالجتها مش مكلفه. تمام. وزي ما قلت لحضرتك في نماذج بره. يعني احنا مش 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 احنا اللي اخترعنا العجله. لا، دي في نماذج احنا ماشيين عليها يعني، بس ممكن نعرب النموذج ده او التجربه دي او نمصرها بمعنى اصح، ونخليها مناسبه للحي ده او المنطقه السكنيه دي. تمام. هي الفكره في كده. تمام. عمليات التدوير زي ما قلت لحضرتك هي الفكره كلها ازاي ان انا في الاخر خالص احافظ على كميه الميه المحدده. تمام. المحدده. قلت ان احنا ممكن نستخدمها في الزراعه. ده طبعا. طبعا. الميه اللي عليها صابون دي ما اعتقد انها خدت لك يعني ممكن تستخدم في الزراعه. تمام. ما دخلش فيها ملوثات عضويه كتير يعني. طيب ده شيء رائع جدا. والمياه الصرف الصحي بعد اعاده تدويرها، او انا يعني ما اعرفش هل قبل تدويرها او بعد اعاده تدويرها، نقدر نولد منها الحراره والكهرباء؟ هو عند حضرتك في نماذج لبعض بعض الاستخدامات للصرف الصحي لانتاج الوقود الحيوي اللي هو البيوجاز. ايوه.
تمام. بس دي محتاجه عايزه شغل كتير يعني، محتاجه شغل اكتر، محتاجه تجميع اكبر للسلادج ده او الفضلات الادميه دي. وطبعا نقدر نستخدمها في البيوجاز، طبعا نقدر نستخدمها ونستخدم وناخد منها منتجين كمان، منتج الغاز الحيوي زائد منتج السماد العضوي، يعني نستفيد من المياه دي. طيب جدا اعاده التدوير دي زي ما ليها فوائد ومميزات اكيد ليها عيوب صح؟ اكيد طبعا كل شيء ليه شقين يعني اكيد. طيب ايه عيوبها؟ ممكن يكون تكلفه الانشاء او تكلفه يعني، بس ده اللي انا اعتقده يعني. ان هي في البدايه بتحتاج مني تاسيس من اول وجديد للبنيه التحتيه للمنطقه كلها بالكامل، عشان في الاخر خالص يبقى عندي خط لوحده كده ماشي بالهيومن ويست او السلادج ده، وعندي خط تاني ماشي بالميه الرماديه، والخط ده بيتجمع في حته معينه وبياخدوا منه البنزينه وبتاخد منه الحديقه وبياخد منه مش عارف مين، قصه كبيره قوي يعني. بس هي منظومه يعني محتاجة، هي يمكن زي ما حضرتك قلت هي صعبة التنفيذ لأنها محتاجة نظام كبير قوي علشان يتم تنفيذها، محتاجة مواسير يعني يتم إنشاءها في إمدادات كبيرة طبعا في الأرض من أول وجديد علشان تقدر يبقى في فصل بين مياه الصرف الصحي والمياه الرمادية اللي هي حضرتك ذكرتها. كل شيء له حل يعني، كل شيء في الدنيا له حل. فكرة إن أنا يبقى عندي وحدة في البيت، يعني أول وحدة إحنا عملناها هي الوحدة اللي في البيت، ممكن ما تبقاش مكلفة قد ما المواسير بقى اللي هتمشي فيها الماية دي، يعني ما أصل إحنا هنعملها في مكان ومش هنعملها في مكان تاني، يعني علشان نعممها على البلد كلها فلازم تبقى موجودة في كل بيت، فلازم يتم تغيير مسار الماسورة دي اللي نازلة بتاعت الصرف الصحي، يتم فصلهم، حضرتك هتبدا تعمل من اول وجديد. هي الفكره كانت ان كل بيت مستقل بذاته في الصرف الصحي بتاعه. المشكله اللي واجهتنا بالفعل هي مشكله زياده كميه الميه اللي متخزنه عنده. هو وفر كميات ميه كتير جدا تخطط ال 60 وال 70% من الميه. هيوديها فين؟ هي دي كانت المشكله. مشكله ان احنا عندنا ميه زياده. جميل، وعندنا سماد خارج من وحده البيوجاز. مين اللي هياخده؟ في منطقه في المدينه. تمام، ده الموضوع محتاج شغل كتير جدا، محتاج ناس. يمكن في القرى تقدر تستخدمها، في القرى نقدر نوصل الماسوره بتاعه الميه على الترعه بالظبط، لكن طب في المدينه حضرتك شايف الحل ممكن في المدينه يكون. في المدينه اعتقد ان هي الوحده اللي هي السبليت دي اللي بتركب مع كل حمام ونوفر بس ميه السيفون، اعتقد كده ممتاز جدا جدا جدا. والدوله تتكفل بالباقي بقى، هنودي لها شويه ميه حلوين مش هيبقى فيهم مشاكل كتير يعني. لكن بس اوفر ميه السيفون يعني، انقذ ما يمكن انقاذه يعني، فاهمه؟ الحق بس اوقف نزيف الدم ده. ايوه اقفل الحنفيه سنه، اقفلها نصها قافله. احنا نتمنى ان الفكره اللي حضرتك بتقولها يعني يتم التفكير فيها بشكل جدي وتنفذ على ارض الواقع في اكثر من من مكان. يعني احنا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك المهندس وليد صاحب فكره مشروع اعاده تدوير المياه من جديد، حضرتك شرفتنا على شاشه النيل. شرف لي والله، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقه من برنامج حديث العلم، الاسبوع القادم حلقه جديده، الى اللقاء.